دلوقتي لو انا عندي 4 اكس من 1 تو 10 تمام، كل مرة هينفذ اقول له next، يعني خد الواحد وبعد كده الاتنين وبعد كده التلاتة، هنا هقول له اطبع لي الاكس. تمام، هيعمل لي ايه؟ هيطبع من 1 لـ11. طيب لو انا عايزه بدل ما يطبع الاربعه دي يكتبها، تمام، فهقول له ايه؟ قاعده اف في اكس، لو الاكس ده بتساوي 4 تمام اوكي اوكي عشان تخرج من الاف هقول له اطبع 4، يعني لو الاربعه بتساوي، لو الاكس بيساوي 4 اطبع لي كلمه 4، يعني اكتبها لي احسن تمام. وبعد كده هقول له لوب، تمام طيب. 1 2 3 بدل الاربعه عملها 4، وبعد كده 5 6 7 8 9 10. طيب لو انا عايز هقول له هنا لو لقيت رقم 7 اقف، فهقول له ايه؟ اف اكس بتساوي 7 تمام اوكي. طيب لو الاكس بتساوي 7 يعمل ايه؟ اقول له اكزت، اخرج من اللوب دوت تمام. فهقول له شغل، هيبدأ ياخد الواحد ويحطه، الاتنين ويحطها، التلاتة، الاربعة هيكتبها في 4، الخمسة، الستة، اول ما يلاقي السبعة يروح خارج من اللوب دوت تمام. كده احنا اتعرفنا على على ازاي نستخدم قاعدة اف مع قاعدة 4. هنا لوب على اساس يكمل اللوب بتاعي، هنا الاكزت عشان يخرج من اللوب دوت. طيب خلينا ناخد لوب اخر وهو هوايل تمام، نفس الفكره، هديله متغير وليكن مثلا الواي هتساوي 1 تمام، هيفضل ينفذ الاوامر اللي انا هديها له ديت طول ما الواي دوت اصغر من 10 تمام، وفي الاخر هقول له ايه؟ انت. طيب واي بيبقى اقل من 10، هيروح منفذ الامر. خلينا مثلا نديله امر مثلا اطبع لي الواي. طيب الواي بتساوي 1، هو تفضل طول عمرها بتساوي 1 تمام، فلازم اديله حاجه بحيث انها تغير، لان هو كده هيدخل في لوب واي، الواي اصغر من 10، اصغر من 10 اطبعها اطبعها، هيفضل يطبعها مليون مره. فعشان كده هقول له ايه؟ الواي بتساوي واي زائد 1، واقول له ايه؟ شغل. طبعا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام. جه عند العشرة، العشرة ما بتحققش الشرط دوت، العشرة مش اقل من 10، لا العشرة بتساوي 10، راح ايه؟ ما طبعهاش معانا تمام. طيب لو انا عايز اقول له، عايز بقى ايه، احط قاعده كده زي قاعده، نحط اف مثلا، اف واي بتساوي، لو الواي بتساوي 7 تمام اوكي. نبدا بقى نحط ايه الحاجه اللي تحصل لما الواي بيساوي 7، ممكن نقول له اكزت او اطبع لي كلمه 7 بالشكل دوت، ممكن نقول له اطبع سيفن، نشغل. عمل ايه؟ فعلا طبع من 1 2 3 4 5 6، جه عند 7 راح كتب كلمة 7 ولقى امر اسمه اكزيت، فخرج من اللوب على طول تمام. طيب طب فرض ان انا في مشكله هتحصل، او انا حاسس ان في مشكله
فلو حصل مشكله البرنامج بيقف، فانا عايز مش يقف، لا يطلع رسالة خطا يوضح ايه سبب المشكله ديت. تمام، يعني على سبيل المثال اشهر خطا ان الاسم على الصفر. تمام، فهقول له مثلا تراي تمام، وهقول له دان كده، يبقى انا ايه قفلت، يعتبر قفلت التراي. تمام اهي. طيب بقول له تراي، لو لقيت ان الواحد بيتقسم على الصفر او اي رقم بيتقسم على الصفر في العمليه الحسابيه، يعني لو احنا قسمنا على الصفر، كاتش امسك الخطا دوت واطبع لي كلمه على اساس ان الراجل يعرف سبب الخطا ايه. اطبع لي رساله خطا وليكن مثلا ايرور نوت ديفايد زيرو على سبيل المثال، فهو يفهم كده اه ده سبب الخطأ دوت ان انا قسمت على زيرو. زي لما اعمل خطأ بيجيب لي هنا ده انت عندك غلط في السطر الفلاني، فببدأ اراجع بدل ما امسك الكود كله من اول لاخره، لا ممكن يكون انا كتبت كلمة غلط او حرف غلط او كده. تمام، فهو فعلا عمل تراي، لان الواحد ما ينفعش يقسم على زيرو، يبقى كاتش راح مسك الخطأ وراح مطلع لي رسالة الخطأ ايرور نوت ديفايد زيرو.